والسيستم القديم الانترفيس بتاع الموبايل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اشيل ايه طيب؟ سيب دلوقتي في البريك اب الصراحه. زي ما قلنا احنا خدنا المره اللي فاتت الكرييشن والديليشن والرينيم للداتابيز صح كده؟ وخدنا شويه مفاهيم اساسيه كده ولسه ما بداناش يعني. فالمفترض دلوقتي هنخش على التعامل. احنا طبعا كنا بنتكلم في الدي دي ال، كنا الفرق بين الدي دي ال والدي ام ال والكلام ده كله، احنا كانت الدي دي ال. فكنا في الدي دي ال داتا ديفينيشن لانجوج اتكلمنا في حاجات اساسيه، الا اول حاجه اتكلمنا على الداتابيز، ثانيا بنتكلم على التيبلز. مش هتكلم على الداتابيز تاني خلاص، هتكلمنا على الداتابيز المره اللي فاتت. المره دي بنتناول قضيه التيبلز. قضيه التيبلز هنتناولها من كذا اتجاه. اول حاجه عندنا ازاي تكريت تيبل، خلاص ازاي نعمل الترنج للتيبل، يعني تحديل او تحديث للجدول. يعني جدول موجود ومتظبط بس احنا عايزين ايه؟ عايزين نغير فيه. ودروبنج للتيبل، ودروبنج للتيبل. واخيرا هناخد حاجه اسمها التيبل انفورميشن، هي مجموعه ازاي نجيب معلومات او على الجداول الموجود عندي. يعني عايز اعرف كام جدول عندي، اساميهم ايه، الحقول بتاعتهم ايه، يعني كويرنج على الايه، اباوت ايه، اباوت تيبلز، خلاص عن الجداول. طيب وتيبلز انفورميشن بعد كده هنتناول كذا حاجه، كذا موضوع واحنا شغالين في الاربع اجزاء دول. تمام. اول حاجه في الكرييتنج تيبل، افتح الاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. معلش انا كنت شغال المره اللي فاتت على جهاز 2012 من 2008، مش تفرق خالص. خلاص كده عشان بس الجهاز اتغير، ما زال الفكره انا قلت لكم بس بعيدوا عن 2005 بس، 2008 2010 2012 2000 اي حاجه 14 مختلف. يعني البناء اختلف تماما من بعد 2005. ما بقاش كده، ما بقاش اصلا في حاجه اسمها مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو اصلا. كان في بقى حاجه اسمها اس كيو ال كويري انالايزر، وكان في حاجه ثانيه اسمها يعني قصص بقى ونظام مختلف تماما عن النظام اللي موجود. بس لكن ده يعتبر فيرجنز تحديثات فقط، لكن التاني مش تحديثات، ده قصه ثانيه خالص. نقله خلاص. طيب على المهم احنا فتحنا الداتابيز بتاعتنا. في عندي سيستمز داتابيز الاساسيه، اجي اعمل داتابيز جديده او زي ما اتفقنا ديمو. ادوس على نيو كويري وقلت كرييت داتابيز واسمها تيست دي بي مثلا دلوقتي، واقول له اكزكيوت الكلام ده. قال لي الكومنتس كومبليت سكسسفولي. جيت هنا قلت له اعمل لي طب ريفرش كده عشان اشوف الداتابيز موجوده. قال لي هي نزلت اهي. قلت له كويس قوي خلاص، ممكن افتح على نفس الفايل اللي انا شغال فيه. يعني مش لازم يعني اجي نقطه واقوم عامل كليك يمين واقول له انا عايز اعمل نيو كويري خلاص، عشان يبقى الكويري ده بيكزكيوتد على الداتابيز دي، بيتنفذ على الداتابيز دي مش بيتنفذ مع نفسه. ممكن ببساطه جدا تقوم جاي من هنا كده وتقوم مغير الايه الداتابيز اللي انت شغال عليها، يبقى كده فاهم على طول ان الكويريز اللي هنا هتتنفذ على الداتابيز اللي اسمها تيست. خلاص كده. طيب عاوز ابدا اللي انا عايزه، بس هكبر لكم الخط يعني مش عشان تبقوا شايفين. من تولز اوبشنز فونتس اند كلرز، اقول له مثلا اديها 18 بولد، بس انا ما بحبش ده كده، انت هيبقى الخط صح كده. تمام. فاقول له طيب انا عايز اكريت تيبل بسيط جدا جدا جدا، احط فيه شويه بيانات ومنه بقى التيبل ده هنتكلم فيه كتير جدا جدا، مش بغرض ان احنا يعني نقول ان احنا بنجري، لا بغرض ان احنا نفهم كل حاجه بتعمل ايه وايه تاثيرها على الموضوع. خلاص. فلو جيت قلت كرييت تيبل، طبعا انا بهتم بالاس كيو ال،
قال لي هتسمي الجدول ده ايه؟ قلت له وليكن مثلا امب مثلا جدول الموظفين فيز. خلاص حلو قوي، ده اسم التيبل عموما. التيبل دوت اللي هو هرص بيانات الموظفين عندي، فهقول مثلا ان في الاي دي بتاع الموظف، في اسم الموظف، في الهاير ديت بتاع الموظف، في وابدا ادخل البيانات دي كلها. خلاص فهقوم جاي كده اقوم فاتح قوس كده واقفله خلاص، وما بين القوسين دول ببدا اكتب كل فيلد او كل كولوم موجود في التيبل دوت. فاقول له مثلا انا عندي امب اي دي خلاص، وده ممكن اقول مثلا اتش ار على 4 خانات، على اساس ان الشركه بتاعتي فيها كل موظف بياخد اي دي مكون من 4 خانات. خلاص كده ده اتش ار كوما خلاص، في مثلا الاي نيم، والاي نيم دوت قال لي الاي نيم ده اتش ار الكاركتر ده، الكاركتر ده استاتيك لينث، استاتيك لينث يعني لما اقول هو 4 خانات فهو بيحجز 4 خانات خلاص، سواء انت استخدمت 2 او 3 او ماكسيمم 4 خلاص. طب لو حجزت 2 بيزود لك الباقي، بيحجزهم سبيسز خلاص اس كيو سيرفر. بعض الداتابيز الثانيه ما بتحجزهمش سبيسز، بس بيفضلوا متاخدين من الذاكره يعني كده كده. في كده حتى احنا بنخسر الحجم كده كده. تاني معنى كده 4 يعني دلوقتي. طب ما يعني بدل ما اخش في شرح كتير، انا عايز اوريك برضو البيانات عشان تشوف بعينيك ان هو ده حجزها اهو كده، تبقى عندك معنى. بس هو بيحجز 4 خانات خلاص، سواء انت استغليت خانه او استغليت 3 او استغليت 2 هو برضو بيحجز الاربع خانات. لكن مثلا الاي نيم خانات معناها كاركتر ولا خانات معناها كاركتر؟ خانات 4 كاركتر. 4 خانات احنا قلنا الكاركتر بيشيل ايه؟ ها؟ نمبرز وسيمبلز رموز وكاركتر اللي هو الحروف بالظبط كده تمام. لا زي ما احنا نحدد هنا، ما هنا احنا بنحدد الحجم خلاص. اهو عملت اتشار وقلت له 4، يبقى دي ايه؟ 4 ديجيتس، اخر 4 ديجيتس خلاص كده. طيب هنا بقى ايه الاي نيم؟ لو انا مشيت بنفس فكره الام بي اي تي هيبقى عندي مشكله، لان الاسماء اللينس بتاعها متغير جدا، اللينس بتاعها متغير. فبنختار نوع بيانات اسمه فار. فار دي اختصار كلمه فاريبل عشان نقول ايه متغير. والكاركتر يبقى فاريبل كاركتر خلاص، وده بقى مش فيكسد لينث زي التاني خلاص، لا ده ايه؟ ده ستريتش لينث. يعني ايه ستريتش لينث؟ هو انت بتحط له الماكسيمم بتاعه، عارفين ستريتش طبعا خلاص، اللي هو ليه ماكسيمم، لكن ممكن يبقى ايه؟ يبقى المينيمم بتاعه متغير. طب واحد يقول لي مش فاهم برضه، اقول له انا، لكن القصه كلها انا عايز اقول ايه الفارتشار. انا دلوقتي حاجز مثلا اقول فارتشار على 50، يبقى انا عملت ايه بقى هنا بقى؟ انا قلت ماكسيمم ديجيتس خلاص 50 ماشي، بس ما زال لك حق تستخدم 20. طب لو استخدمت 20 استريتش بقى مش هياخد من الذاكره ال 50، لا ياخد على قد الايه؟ ال 20 انت سالتهم غير التاني. فواحد يقول لي ايه؟ طب ما حلو ده، ايه اللي بقى اللي خلانا نشتغل في الاتشار؟ ايه اللي خلانا نشتغل في الاتشار؟ ما ده حلو على طول. بس ده خد بالك ده بياخد بروسيسنج عاليه عشان يظبط الحته دي خلاص، لكن التاني بالنسبه له ما فيش اي بروسيسنج، بيتم حجزت واحد اثنين هو حاجز الباقي وخلاص ومريح دماغه. فطول ما انت هي بتتقري ازاي؟ انا عندي ارقام الموظفين، هو كل الموظفين عندي في الشركه 4 خانات، كل واحد ليه رقم 1 1 1 2 1 1 1 3، انا ماشيها كده مثلا. فانا عارف ارقام الشركه بتاعتي ما بتعديش ال4 خانات، فخلاص ده ستاتيك لينس والدنيا واضحه، ما تستغلش فيه الفارتشار. انذر اكزامبل مثلا ايه؟ الفون خلاص هو معروف 11 خانه مثلا، مثلا لو انت بتعمل موبايل مثلا خلاص 11 خانه، مش هتشغل نفسك انت بقى بان انت تخليها فاريبل لينس ومش هي هتبقى 11 خانه. فهمنا الفكره؟ فيبقى ده ليه المواضع اللي هو مفيد فيها، دي المواضع اللي هو فيكسد لينس. انا عارف ان انا النص ده فيكسد لينس، حاجات تانية بيبقى فيها متغيره وحجم الكلام متغير، فبعملها فار تشار. معانا؟ وقت المانيبيليشن للداتا، وقت المانيبيليشن، لان مع كل رو جديد بيضاف خلاص بيبقى ليه لينس جديد، فبيضطر يعملها مع المانيبيليشن ذات نفسها. يس ما هو لان في لان بيبقى في عندي حقل واخد 50
ديجيت وفي حقل بعديه واخد 20، ده اسمه عبد الحليم عبد الكريم عبد مش عارف ايه، فاسمه كبير قوي. والتاني اللي بعديه يجي ايه اسمه علي عادل خلاص سيد، كله اكبر اسم عنده اربع حروف. لا الكويري ملوش دعوه بالقصه دي خالص، خلاص ملوش دعوه بالقصه دي خالص. خلاص كده الكويري جاي عباره عن ريتريفل بس، ما ندخلش دلوقتي خلاص ما نشتتش خلاص. وفي عندي مثلا الهاير ديت اللي هو تاريخ التعيين بتاعه. فالهاير ديت هيبقى نوعه ايه؟ ديت، مش ديت تايم يعني ما تزنقهاش قوي، هي ديت يعني مين هيقول بقى جه الساعه 12 ومفيش كلام من ده خلاص. في فرق ما بين الانواع هتكلم عليه. وممكن اقول له والكوما دي مقصود بها اند يعني خلاص. وممكن اقول السالري اند سالري خلاص كده، ومرتب ومرتب. لا ما اعترفش لسه، بيقول لي انت لسه ما حددتش النوع بس خلاص. نيوميريك ده نمبر عادي خلاص، بس نمبر ها بقى ترى بقى يعني انجر فاليو ولا ديسيمال فاليو او فيها فراكشن او فلات فلوتنج بوينت نمبر. لو انا جيت قلت كده 5 بقى ايه الوضع بالظبط كده. لو جيت قلت 7 برضو ما غيرناش حاجه يعني. لو قلت كوما 2 5 7 خانات كلهم منهم 2 10 خلاص كده، يبقى هم كلهم 7 خانات منهم 2 10 يعني 5 خانات صحيح خلاص، وخانتين ايه بعد الايه الفلوتنج بوينت خلاص كده. يبقى النيوميريك هنا بيقوم بيحل محل الايه الاثنين الارقام. ما لسه هنتكلم على بيت الانواع دلوقتي خلاص كده، لسه هخش في الحته دي. النيوميريك بيشتغل مكان الاثنين ديسيمال والانتجر. بيشتغل كده، هو لو انا حددت له بكوما وحددت كده فراكشن نمبر ماشي، ما حددتش يبقى هو كان خده ايه كرقم صحيح. حلوه. انا بس ده يعني اكزامبل بسيط من خلاله هنبص الغرض من ده بشوف البناء الهيكل الاساسي لبناء التيبل، وبنتعرف على الايه الداتا تايبس اللي موجوده جوه الاس كيو ال سيرفر. الداتا تايبس اللي موجوده جوه الايه زي ما شفنا تشار وفارد تشار، في ديت في نيوميريك، بس لا في انواع كتير جدا جدا هنتناول. يعني نبص بصه سريعه على اهمهم، فلاقي من ضمن الانواع او من اهم الانواع الموجوده قلنا فار تشار، وقلنا دوت نوع بيانات نصي او حرفي. تميز بالانكماش، عرفنا يعني ايه ستريتش اتكلمنا عليها خلاص، ان هو بيتحدث طول التشار، وده نوع بيانات نصي ممكن نصي او حرفي مقصود بيها حروف ارقام رموز خلاص. في نوع انت صريحه وضيحه كده انت خلاص، انا محدد ان هو رقم صحيح. في نيوميريك في ديسيمال خلاص. واحد يقول لي طب وليه عملوا كده؟ مش قلت لك غباء؟ مش قلت له قبل ما ابدا ولا لا؟ في يعني في حته كده تحس ان هي في يعني غباء، هي كانت واحده تغني، كان وضع انا شايف ان النيوميريك يغني خلاص، ما هو بيقوم بالوظائف كلها مش مشكله خلاص. نفس الداتا ستيت موجوده برده في الاكسس، بس طبعا بالنسبه للنمبر لا مش موجوده في الاكسس، لا هنا اكتر يعني مثلا لا ده دول ايه اشهرهم بس، ده في كتير جدا اسكو سيرفر انواع كتير. لو انت عايز تعرف كل الانواع الموجوده في اسكو سيرفر ممكن اقول لك، بس انا كارت التيبل ده الاول اقول اكزكيوت فقال لي كوماندز كومبليت سكسسفول خلاص كده. لو انت عايز تعرف ممكن تخش كليك يمين كده او تعمل نيو تيبل، او تخش على الاستراكشر بتاعه، افتح بس الجدول للاسف ليست دي بي، ادي الجدول اسمه امبا اهو. ممكن تفتح الديزاين بتاعه تشوف الديزاين، ممكن تعمل نيو تيبل. انا هعيد الديزاين بس كده عشان اوريك بس فكره قد ايه انواع موجود. لو جيت بصيت كده فتحت هنا كده ده نوع اهو، بص ده الجرافيكال انترفيس اللي بتوريك الجدول اللي احنا عملناه خلاص. فطلع الامبا اي تي الامبا اي دي كاركتر 4، بس انا عايز اوريك بس كده الانواع المتاحه ليك. هتلاقي في انواع بيانات كتير جدا 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 متاحه في الاس كيو سيرفر خلاص. زي مثلا بيج انت خلاص، هتلاقي مثلا انت عادي، وهتلاقي سمول انت عشان ما فيش لينس يعني بالنيوميريك كان ريحني يعني خلاص. هتلاقي الباينري، هتلاقي البيت اللي هو بيشيل 0 و 1 قال يعني ترو او فولس، في كاركتر، في ديت بس، في ديت تايم، في ديت تايم 2 منزلين في شويه فيتشرز جديده يعني تحس كده ان في حاجه مش مظبوط خلاص. ديت تايم اوف سيت فقلنا في انواع يعني كتير جديد كتير. الديسيمال
الفلوت الجيوغرافي جيومتري مش عارف هيراركي مش عارف اي دي ايمج ايمج مهم نخزن فيه طبعا اسمه باين خلاص انت ماني ايوه بس هو نمبر عادي جدا جدا بس بيتيح ان يبقى موجود مثلا علامه الدولار ال اي مش عارف ايه كلام من ده مش اكتر من كده طبعا يعني كل العالم كله بيقول لك الكلام ده كلام يعني فارغ يعني طبعا اعملوا نيميريك عادي جدا واعمل فورمات ان انت بتعرض خلاص يعني مش محتاج انك تعمل العمليه دي خالص بس هو ده يعني هو موجود خلاص بالحاجات الموجوده في بقى ايه ان تشار ان فار تشار ان فار تشار ان اي حاجه ان كده في الاول خلاص دي فكرتها كلها ان هي بيبقى ساعات كده لما تيجي تفتح صفحه ويب كده ساعات كانت بتحصل كده زمان يمكن حد يكون شاف حاجه زي كده تيجي تلاقي تفتح مثلا ايميل عربي ولا حاجه تلاقي الكلام كله طلع شخبطه كده ومش عايز يتقري ولا حاجه صح كده لا كنا بنضطر نعمل ايه؟ نعمل تعمل كليك يمين كده تخش على انكودنج لو تاخد لو تفتكره وتخش على يوني كود مش عارف مثلا يو تي اف مش عارف ايه وتقوم مختار فيقوم طالع لك الكلام العربي صح صح؟ الان بقى ديت نازله عشان تعمل ايه؟ اليونيكودنج ديت عشان تبقى اللغه زي العربي تبقى مدعمه اللغه زي الصيني تبقى مدعمه اللي هي اللغات اللي مش بالحروف اللاتينيه اللي هي زي الانجليزي والالماني والفرنسي كلهم حروف لاتينيه عادي فانت بتنزل الان دي خلاص لكن نعم اللي مش لاتيني خلاص ايه ماشي بس خد بالك من حاجه الناس ما كملتش كده خلاص لكن في الحاله الطبيعيه لو الجهاز بتاعك السيرفر ذات نفسه اللي هو جهازك انت اللي عامله اصلا منزله ومنزل عليه اللغه العربيه على الجهاز والكلام ده كله حتى لو ما عملتش ان هيشتغل معاك كويس بس انت بتعمل حساب ان يروح على جهاز ما يكونش اصلا ويدعم فتيجي تنزل الحرف جوه الداتابيز يطلع لك علامات استفهام لان السيرفر ذات نفسه مش يعني ما انت حاجات دي مكتوب تكون ممكن تكون بتعملها الويب سايت فهترفع على سيرفر ما انتش انت اللي مسطبه ولا انت عارف اعداداته ايه عشان كده بنعمل ايه بنعمل احتياطاتنا يعني مش لمجرد ان احنا عشان مسطبين فهيبدا ماشي من غير ان هتلاقيه شغاله زي الفل لكن لما تيجي ترفع الحاجه بتاعتك على سيرفر والسيرفر ما تعرفش مسطب ازاي ولا اعداداته ايه ممكن تحصل معاك ايه ماشي خلاص كده طيب نعم التكست ما هو نفس الفكره نفس فكره ال اسمه دوت ال تشار والانفر تشار عادي جدا هو نفس الفكره بس تقريبا التكست حجمه اكبر من احجام الفار تشار والتشار خلاص حجم لينس من عدد الديجيتس خلاص من عدد الديجيتس انا مش عارف هنا في عايز بس اجيب لكم لو كانش فينا انترنت مش قادر يلقط كنت عايز اوريكم الديسكريبشن الكامل يعني بس انت مش محتاج الديسكريبشن الكامل ده من وجهه نظري انا يعني انت هتلاقي نفسك في الحياه العمليه الطبيعيه ما بتستغلش ولا حتى 25% من انواع البيانات دي خلاص لان هي بتفيد الغرض لكن احنا بنقولها كمعلومات تبقى عارفها تبقى ايه؟ تبقى عارفها ايه ده؟ يعمل ايه؟ لا مفيش لا مفيش تتنقل بقى من حاجه اسمها يعني خدوا بالكم من حاجه احنا بنشتغل على داتابيز اسمها ريليشنال داتابيز لكن في الحقيقه مش الداتابيز مش ريليشنال داتابيز بس في حاجه اسمها اوبجكت ريليشنال داتابيز وفي حاجه اسمها اوبجكت اورينتد داتابيز خلاص دي مستويات اخرى من مستويات قواعد البيانات يعني الناس كلها مش هقول ان لكن هقول هو الاغلبيه اللي في العالم كلها بتستخدم الريليشنال داتابيز وهي شايفينها من وجهه نظرهم الاكثر عمليه او ليه شغاله في السوق ما اعرفش هي شغاله في السوق لكن ممكن يكون انا ليه وجهه نظر مختلفه انا بحب الاوبجكت ريليشنال اوبجكت اورينتد جدا يعني خلاص داتابيز يمشي على البرمجه فتلاقي ان هتلاقي ممكن نعمل حاجه زي كده ممكن تعملها بس لو انت شغال اوبجكت ريليشنال او اوبجكت اورينتد لان انت بتعرف التايب اصلا لان هو يوزر ديفاين هنا انت تلاحظ ان كل داتابيز بيبقى لازم تختار من ايه من القائمه اللي عندك دي حاجه نوع من الانواع دي لكن لو انت شغال اوبجكت ريليشن اوبجكت اورينتد انت بتديفاين تايب خلاص وتدي له بقى حسب اللي انت ايه عايزه فبتبدا معاك العمليه توسع شويه وتبقى مفتوحه اكتر خلاص لكن في ريليشنال داتابيز العمليه ما توصلش كده خلاص كده طيب مش متاكد قوي بس هتبقى اكيد بتشيل لاتيتيود ولونجيتيود بقى وتشيل الابعاد اللي هي الخاصه بال
بالاماكن الجغرافيه والحاجات زي كده. خلاص طيب دي كده الايه الكرييت للتيبل دوت. يبقى اتعرفنا كده بسرعه على انواع الايه، على الداتا تايبس وانواع الايه، انواع البيانات اللي موجوده عندنا. طيب في الحقيقه يبقى احنا كده من ضمن الكرييتنج تيبل اتعرفنا على، خلاص طيب هنتعرف على حاجه مهمه جدا اسمها كونسترينت، خلاص اللي هي القيود. في الحقيقه قبل ما اخش على القيود، احنا لو جينا بصينا على الجدول اللي احنا انشاناه ده، شفناه من شويه لما عملنا كليك يمين وشفنا الديزاين، ممكن عايز اقول له ايديت، عملت كليك يمين عليه قلت له عايز اعمل ايديت، ايديت يعني هعدل فيه. او ممكن اجي نقطه قال الموظف رقم 1111 اللي اسمه علي، اللي هاير ديت 1/1/2000، خلاص السالري بتاعه كانت 3500، خلاص موظف رقم 2222 اسمه كريم، خلاص 1/1/2001، خلاص بياخد مثلا 3700 والى اخره. ممكن اعرف ازاي نجيب ده ايه؟ كليك يمين على التيبل واخترنا ايديت. حاجه كمان لو جينا بقى جربنا ايه مثلا 3 3 3 ايه؟ بس خد بالك بقى وانا هتكلم على الداتا برضه مهم جدا. قمت قايل ايه؟ قال لي الاي نيم ايه؟ سبت النيم. الهاير ديت ايه؟ قلت له 1/1/1771. بيقبض كام؟ قلت له سالب 900 جنيه. اي عك. خلاص كده؟ تيجي بقى من اول هنا يجي لنا دور مين؟ دور القيود. خد بالك كمان ان انا ممكن اجي هنا وتقوم قايل له الموظف رقم 2222 اسمه سيد. الله، انت قايل ان 222 ده اسمه كريم. قلت له لا هو اسمه سيد. طب يا ترى سيد ده اسم واحد تاني ولا ده الدلع ولا انت تقصد ايه؟ انا مش فاهم. خلاص؟ خدنا بالنا؟ سبت الباقي. كل دي مشاكل مفترض قدر الامكان نحاول نتلاشاها. بقول قدر الامكان لان ممكن برضو يحصل اخطاء ادخال، خلاص ما نقدرش نتحكم فيها. في بعض الحالات ممكن يحصل اخطاء ادخال يبقى مش قادر نتصرف فيه. خلاص؟ ففي زي ما اتفقنا كونسترينت، قيود. القيود دي في الاساس احنا يعني او بتوع الداتابيز مش احنا هم قسموهم الى نوعين رئيسيين. خلاص كده قسموا الكونسترينتس اللي موجود عندنا الى نوعين رئيسيين، ده مهم جدا يكون في دماغك يعني. خلاص واحد اسمه او النوع الاولاني فاليو تشيك، يعني كل الغرض منه ان هو يتشيك على القيم اللي بتخش. خلاص اللي هو هلاقي عندي نوع اسمه يونيك، خلاص وده معناه ان القيمه دي لا يمكن ان تتكرر. زي ايه؟ زي الامب اي دي. المفروض ان انا اقول ده يونيك، ما ينفعش اتنين ويجي موظف رقم 222 تاني، المفروض ما يتكررش. خلاص كده المفروض ده ما يتكررش. او مثلا لو ايميل اكتب تحت، لو قال لي مثلا ايميل المفروض ايميل ما يتكررش، المفروض ايميل كل واحد ليه ايميله الخاص، مش هنشير في ايميل واحد يعني. خلاص خلاص كل واحد المفروض يبقى دوت الايميل ده يونيك مميز ما ينفعش يتكرر. خلاص كده الى اخره. طيب ده بس النوع الوحيد؟ لا مش ده النوع الوحيد، في نوع تاني مهم برضو اسمه نوت نل. نوت نل يعني ايه نوت نل دوت؟ نوت نل زي كده مثلا انا شايف ان ما ينفعش موظف عندي يكون موجود وما دخلوش المرتب. طب ما دخلش تاريخ التعيين يا اخي، ممكن لكن ما دخلوش مرتب، ما دخلوش مرتب واسع قوي، او ما دخلوش اسمه زي ده كده يعني. موظف عندك ملوش اسم وحاطط له مرتب، ويا ريت المرتب كمان عدل، اسمه عين المرتب دلوقتي طبعا كده بنات بايظه خالص. بنوصل للنوع ده اسمه نوت نل، ما ينفعش يتساب فاضي، خلاص ده حاجه اجباريه، خلاص مانداتري. اخر حاجه نوع، وده التالت رقم ثلاثه واخر حاجه
اللي هو تشيك. تشيك ده يمكن من اهم الانواع اللي في الفاليو تشيك. ايه هو بقى؟ انا ممكن من خلال الفاليو تشيك اقول ان السالري لازم يكون اقل حاجة 1000 واكتر حاجة مثلا 30000 مثلا. فكده بقى يبقى كده انا حطيت تشيك على الفاليو اللي هتخش. وقبل ما تخش الفاليو او اثناء ما تخش الفاليو بيشيك عليها ويشوف هي يعني تطابق الشروط والكونديشنز اللي انا حاططها يعني او لا. يعني مثلا مثال اخر نفس الكلام ممكن يتحط على التاريخ، تشيك التاريخ مش اكتر من كذا ومش اكبر من كذا، لان ممكن كده يبقى الدنيا مش مظبوطه. ممكن بس دول ممكن يفيدونا قوي في الحته دي. واحد يقول طب ودي ملهاش حل دي خلاص. واحد يقول لي بس ليها حل، اقول له ايه؟ هو يقول لي ممكن نعمل الانبا اي دي يكون نوع رقمي بس. اقول لك بس ساعات بتيجي في الشركات بتلاقي ان في حرف بيبقى مميز، صح ولا لا؟ حرف بيبقى ايه مميز، مثلا بيبقى ساعات بيبقى ديبارتمنت، ساعات بيبقى رده يعني جوب ليفل او حاجه زي كده، ساعات بتبقى حاجات زي كده. فساعات بيحطوا، ساعات بيحطوا علاش بلاش دي، ساعات بيكتبوا رقم داش رقم، دي مشهوره قوي دي، ما الداش دي تعتبر حرف خلاص كده، صح ولا لا؟ لازم تكون كاركتر. طب لو هو غلط بقى، هو بيدخل دي مش بتاعتنا خالص، احنا زي ما قلت ايه قادر الايه الامكان. لكن هو دخل كلمه كريم ونسي الايه، نسي الايه اعمل له ايه؟ مش عارف احلها دي خلاص كده. طيب يبقى في كود اسمه تشيك. لا لا خد بالك، ده من نوع من انواع الايه اللي هو بيشيك على الـ على الايه على الفاليوز. انا حتى ارقمهم ان هم ايه خلاص كده. في حاجه اسمها ديفرنشال انتجريتي. Differential integrity. في أنواع تانية Differential integrity، يعني مش عارف أقولها بالعربي خلاص. Integrity integration يعني integration يعني تكامل. Differential من يعني يشير، أيوة يشير أو يرجع أو حاجة خلاص كده، مرجعي. ما فهمتوا حاجة؟ تكامل مرجعي، ما فهمتش أي حاجة خلاص خلاص كده، مش مشكلة مش مشكلة. المهم المهم يعني بتعمل ايه خلاص كده، مش مهم الترجمة، المهم بتعمل ايه. بتعمل ايه خلاص؟ احنا الوقت بنكون وان تيبل. في الحقيقة ممكن نطلع لتو تيبلز او ثري تيبلز او فور تيبلز، يعني ببدأ اطلع بمجموعة جداول مش جدول واحد. فلما اكون عايز اتأكد ان البيانات اللي في الجدول الاولاني مطابقة للبيانات اللي في الجدول الثاني، والجدول الثاني ما فيهوش بيانات بتعارض الجدول الثالث، والجدول الثالث ما فيهوش بيانات تعارض الجدول كده، دي اسمها ريفرنشال انتجريتي خلاص كده، اللي هي تكامل البيانات ما بين اكتر من تيبل وكده. يعني مثلا اديك مثال، يعني اجي اقول موظف رقم 15 اسمه كريم بياخد مرتب كذا، شغال في القسم رقم 550، واصلا ما عنديش رقم قسم اسمه 550 ينفع؟ فلازم يكون رقم 550 ده، القسم ده لازم يكون موجود في جدول الاقسام، والا المفترض الداتابيس ترفض، صح ولا ايه؟ دي اللي انا بتكلم عليها، الحته بتاعت الايه ريفرنشال انتجريتي. وضحت في المثال ده خلاص. بتقوم على توكن سترينجز خلاص. خدي الكود الاولاني مشهور جدا برايمري كي خلاص، والكود الثاني المشهور برضو جدا فورين كي خلاص. هما التو سترينجز دول خلاص. يبقى احنا عندنا نوعين تانيين، البرايمري كي والفورين كي، بس بيقسموهم ليه؟ لان دول مش ملهمش دعوه مش بتشيك على رقم 5 صح ولا المفروض يدخل 13، لا مش بتشيك على كده. هو بتشيك ان هنا زي هناك وهناك زي اللي هناك، فاهم الفكره؟ فهم ملهمش دعوه بالفاليو تشيك، ملهمش دعوه، مش بيشيكوا على القيم، لكن بيشيكوا على الايه؟ على التكامل ما بين اكتر من تيبل. دي هنأجلها دلوقتي، لان احنا دلوقتي بنتكلم، لان احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الثلاثه دول ونطبقهم ونشوف عليهم اكزامبلز خلاص كده. وبعدين
نبقى لما ربنا يفرجها علينا ونبقى كبار كده ونعمل جدولين، نبقى نتكلم في الاثنين الايه، في الاثنين التانيين، ونشوف تأثيرهم على البيانات. خلاص كده حلو. عشان في معلومه صغيره بس حد عشان نكتب القيود دي الخمسه خلاص عموما، بيبقى ليهم في الكتابه في السنتكس بتاع اللغه بيكتبوا بشكلين، يا اما بيكتبوا على الكولوم او تيبل ليفل. يعني ممكن القيد يكتب على حاجه اسمها كولوم ليفل، ممكن يكتب على حاجه اسمها تيبل ليفل. مش فاهمين؟ خلاص هنشوف، نمسك واحد ونشوفه يعني ايه كولوم ليفل ويعني ايه تيبل ليفل، نمسك التاني يعني ايه في الكولوم ليفل ازاي وفي الايه التيبل ليفل بيتكتب ازاي. هنفتح كده الداتابيز اللي عندنا واجي على الجدول اللي احنا كنا عاملينه الجميل. فين هو؟ طار فين؟ اكيد مستخبي هنا اهو. خلاص كده. طيب هعمل ده تيبل ام بس هخليه واحد عشان اعمل نيو فيرجن، عشان ما خلاص القديم احنا عرفناه، او نخليه اثنين، وعايزين نعمل فيرجن جديد واحط قيود عليه، واحط قيود عليه. خلاص من الثلاث انواع اللي احنا اتفقنا عليهم، سيبك من البرايمري والفورين دلوقتي، او ممكن نقولهم برضه مش مشكله، نقول منهم البرايمري، لكن الفورين مش هينفع كده ما يكون معانا اكتر من جدول. لكن دلوقتي انا اولا ممكن اجي على الاسم ومقايل ده نوت نال. خلاص كده نوت نال معناها ايه؟ لازم تضيف جواه قيمه، بس ممكن يتكرر، بس لازم يكون فيه قيمه. خلاص كده نوت نال حلو قوي. ده اسمه كده كولومن ليفل. خلاص كده ليه؟ لان انا جيت قصاد الكولوم ذات نفسه اللي هو الاي نيم، قمت حاطط الايه القيد بتاعه، قمت حاطط القيد ايه القيد بتاعه على طول بشكل مباشر، القيد بتاعه بشكل ايه بشكل مباشر. حلو قوي. ممكن لو انا زودت مثلا على سبيل المثال ايميل وحددت ان دوت فار كاركتر على 70، ممكن اكتب يونيك. خلاص، وده معناه ان محدش ينفع يعمل ايميل وارجع اكرره تاني، ولو اتكرر يرفض، لو اتكرر ايه يرفض. طبعا طلع ايرور ليه؟ عشان ما قلتش بعد السالري قلت له وا ايميل. خلاص خدنا بالنا، اخر واحده ما بتبقاش فيها وا، ان خلاص. حلو قوي جميل. يبقى قلنا ان الاي نيم ده نوت نال، وقلنا ان الايميل يونيك. ده شكل من الاشكال الكروم ليفل قصاد الحقل، بقول ليه القيد على طول. عايزين نعمل تشيك، عايزين نعمل تشيك بالمره، ما هو ده اللي فاضل جت عليه هو، ونعملها برده كروم ليفل عشان يبقى شفنا كلهم في الكروم ليفل ماشي ازاي. هتقوم جاي بعد السالري واقوم جاي كده واخد سبيس واقوم كاتب تشيك. خلاص تشيك يعني تشيك ان ايه بقى؟ ان السالري خلاص ممكن اقول بيتوين، ممكن اقول اكبر، خلينا في اكبر من وزمن عشان ما ندخلش دلوقتي حاجات بتاعت الاس كيو ال. ممكن اقول ان السالري لازم يكون اكبر من الالف. خلاص اند السالري خلاص اصغر من 30,000. يبقى انا عملت ايه هنا؟ كل اللي انا عملته هنا ان انا اجبرته يشيك طبقا للشرط الموضوع ما بين الايه القوسين دول. حطوا ايه طبقا للشرط الموضوع ما بين الايه ما بين القوسين. هو المفروض يتاكد ان السالري اكبر من كذا وان السالري اصغر من كذا، ولو حصل انه عدى الرينج ده المفروض يرفض. المفروض ايه؟ المفروض يرفض. ماشي. لو عملنا اكزكيوت على ام بي 2 ده قال لي كوماندز كومبليت سكسسفول، قلت له انا عايز بقى اخش ادخل بيانات المره دي واشوف تاثير الكلام ده على البيانات عندي عمل ايه. خلاص كده. فلو رحت على الاوبجكت اكسبلورر
اعمل بس ريفريش، ولا حسينا بحاجه، اقف على التيبل واعمل ريفريش، طلع لي تيبل 2. قلت له ماشي، تعالى نديت، كليك يمين كده ونديت البيانات، واحد الاي نيم كريم، الهاير ديت 1/1/2000 ماشي، السالري تعالى بقى احنا حاطين عليه كود تشيك، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ وتعالى نخلي الكريم دي برده فاضي، خليها نال، عشان احنا اللي حاطين عليه نوت نال، ما عايزين نشوف تاثير اللي احنا قلناه، صح ولا ايه؟ ده كنا حاطينه من 1000 ل 30000، قلت له اهو 33000 كام دول؟ اكتر مش عارف اعد. خلاص الايميل قلت له كار ات ياهو دوت كوم ومشيت دب في وشي على طول. ايه يا عمي؟ قال لي نورو ووز ابديت، مفيش ولا اي حاجه اتحدثت في الداتابيز ده، زي ما هي فاضيه. ليه؟ قال لي في داتا ان ذا رو 1، في بيانات في السجل الاولاني ووز نوت كوميتد ما تسيفتش. خلاص ما تسيفتش، ومطلع لي ايرور اريثماتيك اوفر فلو، طبعا ايرور متخلف. ماشي ماشي، على العموم الايرور دوت يعني مش موضح، اقصد يعني لو جينا احنا قمنا خليناها 3000 كده بقت ان رينج، صح ولا ايه؟ في الـ في الـ في, الـ في الرينج بتاعي، مشيت قبلها. خلاص واحد يقول لي والاي نيم احنا كنا قايلين عليه نوت نل، المفروض ما كانش ايه اتقبل. طبعا هي ايه النل اصلا؟ النل لا مش مسافة، مش مسافة النل. النل المفترض المعنى الصحيح النل ما فيش حاجة، لا شيء، اللي هو ايه زي كده ايه يعني، هي نل يعني لا يوجد شيء، ما اقدرش اقول ان هو فاضي. يعني ما هياش النون، ما هياش قيمه مش معروفه، لا هي هي قيمه اسمها نل. في نفس الوقت ما هياش زيرو في الارقام، وما هياش سبيس في في الحروف ولا اي حاجه خالص. خلاص لا شيء، خلاص اكتر حاجه يعني يعني توضح كلمه لا شيء. كل قواعد البيانات بتعمل كده الا اس كيو ال سيرفر، متخلفه شويه. خلاص تاخد النل على اساس ان كلمه نل فاليو دي من ضمن الايه العيوب القاتله، فيرفض بقى يقول لك ايه، لا والله ده نوت نل. لا لا هو كان الاولاني نل ولا مش نل؟ خلاص طبعا ده عيب من العيوب اللي انا بعتقد، ما اعرفش هم يعني هم بيعتبرينها ولا لا، بس انا شايف ان ده عيب من عيوب الاس كيو سيرفر. خلاص حتى لو كانوا عاملينه في السيتنج ان انت ممكن تغير النظام ده، ده في حد ذاته ان هو وجوده اصلا ده عيب. خلاص رفضها على السنيه، قال لي السيل داز نوت الاو النل، السيل ما ينفعش يكون فاضي. دي غلطه طبعا في الاس كيو سيرفر، او ممكن نبقى نظبطها من الاعدادات، لكن ده غلط 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 يعني. المفروض كلمه نل مالهاش دعوه بمعنى النل، لكن كلمه نل دي فاليو اصلا. كلمه نل، كلمه نل ذات نفسها ككلمه هي فاليو. هيعمل ايه؟ ما انا عملت كده دلوقتي، انا كتبتها بايدي دلوقتي، فانا الاول كانت كده، كان قابل ان دي فاليو. خلاص ولما كتبت كلمه نل قال لي لا ما تنفعش تكون فاضيه. يعني تخيل الغلطه الكبرى، ان لو انا مثلا عامل سيستم بعمله مثلا لحاجه مثلا علميه ولا حاجه، وبخزن الكلمات الخاصه بمجال، فاجي اخزن نل يقول لي ما ينفعش تخزن نل، اقول له هي كلمه نل، اقول لك ايه؟ طبعا دي طبعا في حد ذاته يعني. خلاص ممكن اقول لك معمول الجدول ده له اي اسم ثاني كده. خلاص طيب، لكن لما دخلت كريم ابدا. طيب ماشي، هقول لكم برضو من ضمن دي هتعمل كلمه نل دي عامله عيوب كبيره يعني، هقول لكم كمان العيب كمان ان شاء الله يعني. بس هي كده مش لا طبعا، ولا حتى في الاكسس.
كده انا مالي بقى، هو انا اللي عملتها ماليش دعوه، انا مالي. ممكن نظبطها في السيتنج يعني، واحد واحد 2001 خلاص. المرتب كام؟ كام احنا عرفنا لما المرتب كان عالي قوي، لما قلنا مثلا 33000، بس انا عايز اثبت لك ان هو ده العيب الوحيد اللي موجود عندنا. قلت ده كاروان ات ياهو دوت كوم، كل البيانات سليمه الا الايه؟ الا السالري. طبعا بيرفض وبيطلع لي سي كي خلاص، ام بي 2 تشيك يعني على الجدول اسمه ام بي 2 اندر سكور السالري اسم الحقل اندر سكور 0 2 3 اي حاجه خلاص كده. حلو. هو سمى يعني، هو سمى القيد ده كده، سمى الكونسترين ده كده، بس ما بالاسم العجيب ده. فيقول ان في كونفليكت، في حاجه حصلت مش مظبوطه بسبب بسبب اللي انت بسبب الحقل ده. فطبعا لو شلت الكلام ده 3000 قبلها خلاص. طيب لو انا جيت هنا وخليت ده كار وده كار اتيا وده كار اتيا خلاص كده، وجيت مشيت قال لي يو كيو يقصد ده يونيك طبعا خلاص اندر سكور ام بي 2 ده اسم الجدول اندر سكور، وعمل لي ايه اي اي دي كده وقال لي كان نوت انسيرت، ما اقدرش يضيف دوبليكيت كي قيم مكرره خلاص كده. ده رفض بسبب مين؟ بسبب كلمه يونيك خلاص كده مميز. بس طبعا زي ما انتم شايفين بيستغل القيد في حاجات لها قيمه، يعني ممكن يوضح لي حاجات، في طرق بتوضح ان انت ممكن تكتب اسم القيد عشان لما يطلع لك اي حاجه زي كده تبقى انت فاهم القصه ماشيه ازاي. لا لا، في فرق ما بين برايمري وما بين يونيك. لما اجي للبرايمري كي هوضح لك ايه الفرق ما بينه وما بين كلمه يونيك، لكن هم لكن البرايمري يونيك واليونيك طبعا هو لا مش حاجه واحده خلاص. لكن من ضمن خصائص البرايمري كي ان هو يونيك خلاص، بس هاجي للبرايمري كي ما حدش يلخبط دلوقتي. المهم انا هعمل فيرجن 3 خلاص من الام، وهقول ان في حاجه اسمها ان بدل ما هو يرفض كده ويسيبني كده ويطلع لي الاكواد اللي هو كان كاتبها والمسميات اللي هو كاتبها، لا احنا ممكن احنا نسمي القيود بتاعتنا، نسمي الكونسترينتس اللي احنا حاطينها على الفاليوز. قوم جاي كده مثلا واقول له قوم كاتب كلمه وقوم قايل كده بص كل دول كونسترين وادي له اسم. في ناس بقى بتخترع في الاسماء، وده يفضل انك تكتب اسم الجدول اندر سكور اسم الحقل اندر سكور اختصار للقيد اللي انت عامله. دي قاعده عامه يعني ممكن تلتزم بيها، لكن لو كتبت اسم الكونسترينت بتاعك كتبته حمص مش هيقول لك لا زي ما انت عايز خلاص كده. لكن هو المفضل تكتب ايه؟ تقوم قايل امب 3 اندر سكور اسم الحقل اي نيم اندر سكور، وده عشان نوت نل نسميه ان كي او ان 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 او ان كي معروف ان ان او ان كي مع المعروف ان هي معناها نوت نل، يعني النل كي او النل النوت نل ان ان. لتشيك ممكن بنفس الطريقه كونسترين قوم قايل ام 3 اندر سكور سالري اندر سكور ده تشيك سي كي خلاص. طبعا تكتب على اكتر من سطر ما عندناش اني بروبلم، مش انا شيء مش خالص. دي بقى هتطلع لنا واحنا بنعمل خطا يطلع لك بقى الكلام ده، فتبقى انت فاهم اسم الجدول اندر سكور اسم الحقل اندر سكور اسم الاختصار بتاع حاجه، فتبقى عارف اه ده رفض بسبب التشيك اللي موجود على السالري اللي في جدول ام بي 3. لان خد بالك الداتابيس بتاعتك ما مش كل اللي هيتعامل معاه يبقى بتاع داتابيس، ده انت ممكن بعد كده يبقى في ويب سايت قايم على الداتابيس، فالايرور بيضرب عنده بيطلع لي كود كده انا مش فاهم حاجه غير لما يقول له اه ده مكتوب اهو حقل التشيك اللي موجود على حقل السالري، فيرجع يروح الداتابيز ويتاكد من الحقل دوت اللي هو قد يكون بيعدي على مجموعه من الكلاسز وبعد كده مجموعه من البروسيجرز والبروسيجرز بيتكلم تيبلز او فيوز والفيوز هي اللي بتكلم التيبل، فممكن تكون قصه طويله خلاص. فيفضل انك تسمي عشان بعد كده ما تشدش في شعرك خلاص كده. طيب الايميل يمشي بنفس الطريقه وقوم قايل، يبقى دي طريقه من طرق التسميه حلو قوي. بس خد بالك ان احنا قلنا ايه؟ طبعا اليونيك يو كي
خلاص. دي طريقه كل اللي احنا قلناه ده، سواء كنت يعني من اول نسايب الاول اكزكيوت نفذ، صح كده؟ لو رحنا اما جيت اعمل لا لا، هو دي ده اوبريتور وده اوبريتور، دي اسمها لوجيكال اوبريتور فيها اند واور ونوت، ودي اسمها كومباريزون اور ريليشنال اوبريتورز. وفي بقى بس دول هيبانوا لما نتكلم على اس كيو ال بقى، ايه هيبانوا اكتر معانا ونتكلم فيهم بالتفصيل لما نتكلم على الكويري، لما نخش بقى وير ان كذا بيساوي كذا اكبر من كذا، وابدا اشرح الاوبريتورز وكلام من ده. لكن دلوقتي في اللي تشيك كده على خفيف، مش عايزين نخش في التفصيل قوي دي، خلاص. خلينا دلوقتي يعني دماغنا في الايه، في القيود او الكونسترينتس والديتا تايبس. احنا كده لحد دلوقتي بنتكلم في الكورن ليفل، صح كده؟ هو ده انا عايز اقوله. احنا حتى الان لم نتخطى الكورن ليفل، خلاص كده. لو دخلنا على ام بي على ام بي 3 ودخلنا على ايديت للفاليوز، المره دي لو دخلنا 1 1 1 وقلنا ان اسمه نال وغير ديت 1 1 2000 والسالري بتاعه 3000 والايميل نل اتياه، والله نفس الاسم ده جميل والله، بنحجزه بعد كده خلاص كده. رفض. بس لما جه رفض المره دي قال لي ايه؟ لاحظ، قال لك بس ما قاليش حاجه، راح فين؟ ما قاليش ليه؟ قال لي بس طبعا ده النل ما بيطلعش الاسماء بتاعه، لان النل يعتبر يعني ليه خصوصيه كمان لسه هتكلم عليها. اول خصوصيه بتاعت النل هو بيقول لك ان ما ينفعش تضيف نل، بيقولها لك مباشره يعني، خلاص كده. لان هو ان هو ايرور مشهور، مش محتاج يعني كونسترينت ويطلع اسم الكونسترينت، ما ينفعش تضيف نل، فمعروف ان الناحيه الثانيه انت مش سامح بالنل، خلاص كده. طيب قلت له ماشي خلاص، سميناه كريم، خلاص كده حلو قوي. تعال نخليها كام؟ كتير. امشي. طلع لي طبعا قال لي ان في مشكله ليه كده، ما قاليش الاسم خالص. اشمعنى المره اللي فاتت قال لنا الاسماء؟ احنا في ثلاثة اهو. وطلع لي طبعا قال لي اريثماتيك اوفر فلو، يعني الارقام كبيرة جدا. ممكن، لا معلش ماشي، الارقام كبيرة جدا يعني كام؟ ثلاثة ادي اربعة خمسة كده، صح كده صح. الاولاني غير ده، خد بالك. ليه بقى؟ اقول لك ليه. الاولاني ايرور في الحجم، عدينا احنا اصلا، احنا كنا حاجزين سبعة منهم اثنين، صح يعني خمسة، احنا كنا حاطين اكتر من خمس ارقام، فبقول لي ايه ده؟ ده الاولاني، ده ايرور الاولاني. لكن المرة دي حطينا ان رينج في الحد بتاعنا بس معديين القيد، فلما مشينا قال لا والله في قيد اسمه ام بي 3 اندر سكور سالري اندر سكور تشيك، هو اللي عامل لك ايه؟ عامل لك مشكله. خدنا بالنا من القصه والفرق ما بين دي ودي، خلاص. قلت له ماشي كده ما فيش مشكله. لما جيت على الايميل نفس بقى الكلام، خلاص. لو خدت نفس الميل ومشيت هيبدا يرفض ويقول لي ايه؟ ام بي 3 اندر سكور سالري اندر سكور يو كي هو اللي فيه ايه؟ مشكله. فانا اديت نوت المسميات بقت تخدمني حتى الان، بالمسميات او من غير المسميات دي. انا عندي طريقتين، الكولوم ليفل والتيبل ليفل، ولم استخدم حتى الان غير الكولوم ليفل. قدام الحقل بقول الايه؟ القيد بتاعه. دي طريقه، دي طريقه من الطرق، خلاص كده. وممكن في الطريقه دي زي ما اتفقنا نذكر اسم للكونسترينت او لا. حلو. دي كلهم كولوم ليفل. لو عايزين نعمل نفس الجدول ده بس نعمل فيرجن جديد، بس عايزين نشوف فكره الايه؟ التيبل ليفل. التيبل ليفل محبوب جدا من اغلب الناس اللي بتشتغل على الداتابيز، معرفش بنحس ان هي منسق. انا اللي بحبه جدا، انا بحس ان هو منسق شويه عن يعني الكتابه. بص الكتابه كترت جنب بعضيها ما بقتش منسقه قوي. هتيجي تعمل ايه؟ يعني مثلا زي قيد التشيك كده، شايفينه؟ قام واخده كله كده كقيد بحاله، قيد طويل، خدته كله كده كت، خلاص. قمت جاي هنا عامل كومه في الاخر، قلت له انا هعمل بقى قيد هنا كده لوحده تحت، خلاص. حلو. الناس مستغربة، طب هو عارف منين ان القيد ده تبع الكولوم اللي هناك ده؟ طب الاولاني كانت سهلة، كان ده قصاد ده فده بتاع ده وقبل الكوما، خلاص. هنا ايه بقى اللي جاي اكد؟ اقول لك، اولا بالنسبة للتشيك عادي،
لان انت اصلا كده كده في التشيك لازم تذكر اسم الكولوم، فما عندكش اني بروبلم كده 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 اسم الكولوم مذكور خلاص. طب واحد يقول لي طب ماشي عديناها دي، طب جيب لي دي، هات لي بقى اليونيك دي. لو جيت خدتها تحت كده ثبتتها عملت كوم وحطيتها تحت، هيحصل عندي مشكله. هي المشكله تحصل عندي، هو طلع لي ايرور على طول اهو. ليه؟ يونيك لمين؟ مين اللي مميز؟ مين؟ انت ما حددتش انهو كولوم هو الايه؟ اليونيك صح؟ لازم تضطر بقى هتضيف ايه؟ تبقى عامل قوسين كده وتبقى قايل له اليونيك هو الايميل كده. اه لما كنا كده بس ده الاختلاف. لما كنا كده الاول قوسين، نعم الاول قوسين الثاني برضو ما هو قلت تشيك ان السالري اكبر من 1000 اند السالري اصغر من 30000، فانا كده كده بقول لازم السالري، فهو خلاص عارف ان انا اقصد السالري. طب هنا في الكومنتري بتاع ايوه اللي بعديه بقى قصه ثانيه هتكلم عليه دلوقتي اهو. خلاص لما جينا خدنا عملنا بنفس الفكر ونفس الطريقه، خدنا القيد اللي هو اليونيك هنا، قلت انا عايز اضيف قيد كمان، قمت ضايف تحت هنا القيد اليونيك. قال لي هنا بقى في مشكله عنده، في ميسنج عنده، في حاجه هو مش قادر يفهمها. مين اللي يونيك؟ الام بي اي دي ولا الاي نيم ولا الهاير ديت ولا السالري ولا ايه؟ مش قادر ايه؟ فلازم اضطر احدد الكولوم اللي انا عايز اخليه يونيك. قام جاي هنا قايل له ايه؟ والله الحقيقه اللي عايز اخليه يونيك هو مين؟ هو الايميل. كده خلاص فين؟ اه يبقى لما اكون بقى التشيك ما فيش عنده مشكله، فوق زي تحت، الكولوم ليفل بتاعه زي التيبل ليفل ايه؟ التيبل ليفل بتاعه. ما عندوش اني بروبلم. طيب احنا قلنا هو ايوه مفترض انت بتتكلم صح، ان انا دلوقتي اظبط دي واخليها جدول اخليها فور، بس انا بقول حتى لو ما خدناش بالنا مش مهم، يعني دي تسميه. فلو قلنا من شويه المثال بتاعنا قلنا لو سميناه حمص ما كانش يقول لا صح، لكن احنا المفترض نلتزم عشان نقدر ايه فيما بعد. على فكره ساعات كتير جدا الديفلوبمنت بيبقى سريع خلاص، والانهانسد بيبقى بطيء جدا جدا. يعني انا لو عملت سيستم عملته اجي عشان اوسع السيستم معاق ذهنيا. طب هدوا ونعمل من اول جديد اسهل حاجه على طول. ليه؟ لانه مش قادر، لانه اصلا مش باني على اساس التوسع، مش حاطط في دماغه الكلام ده. لا بطئ الديفلوبمنت شويه عشان تبقى سهل جدا عليك التوسع خلاص. دي واحده. حاجه ثانيه التصليح او التصحيح او المينتيننس، الصيانه تبقى من اصعب ما يمكن بسبب ان انت مش عامل حسابها، مش عامل ايه، مش عامل برضه حسابها خلاص. لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي ده لما اكون مسمي صح مش عارف ايه، ده بيوفر عليك في الصيانه ذات نفسها، لان اي حاجه بتحصل اي مشكله تبقى عارف المسمى وايه وفين وعلى طول، فبتوفر وقت. وفي نفس الوقت تحب توسع الموضوع بتاعك، بتعرف ترجع الكلمات واضحه، الاسماء واضحه، اعرف اتنقل الى اخره. كل ما تكسل وتكبر دماغك عشان تنجز تاخرك خلاص، كل ما تستعجل تتاخر. ده السؤال الاول. اتفضل السؤال. لو انت عايز تكتب كومنتس هنا كده ممكن تبقى عامل داش داش واكتب اللي انت عايزه خلاص. الثاني خلاص. طيب حاجه ثانيه، تعالى بقى ننقل النوت نال. قبل ما تنقل احنا قلنا النوت نال ليه خصوصيه. اولا في الايرور ما بيقولكش ايه اسم الايرور، هو بيقول لك هتقول ان في قيمه نال ما ينفعش يكون نال. الخصوصيه الثانيه ما ينفعش يكون تيبل ليفل. النوت نال يعني لو جيت عملت كده خلاص انت تتوقع بنفس المستوى اللي احنا ادينا بيه اليونيك انك هتيجي تعمل كده وتقوم جاي قايل كوما وتقايل ايني صح ولا ايه؟ متوقع كده، بس ده ما بيحصلش خلاص. يعني باختصار النوت نال ما ينفعش يكون تيبل ليفل تحت، لازم يكون كولوم ليفل بس. دي الخصوصيه الثانيه، دي الخصوصيه الثانيه للقيد ده او الكونسترين ده خلاص. لازم يكون كده على نفس السطر على طول نوت نال. واغلبيه الاحيان وضوح ما بنسموهوش، حتى التسميه بتاعته مش هتظهر، لان انا عارف ان من خصوصياته ان التسميه بتاعته مش هتظهر، فدايما بتلاقينا كلنا بنعمله كده على طول بس ببساطه. النوت نال بروح اكتب قدامه كلمه نوت نال وخلاص، ما بسميش وبتاع لي، لان كده الاسم مسمى ما بيخدمنيش وما اعرفش اوصل له اساسا وملوش لازمه. يعني بالنسبه لي هو ليه لازمه قدام في الالترنج بقى لو انا عايز اعدل وكلام من ده، لكن في الطبيعي بنعمله كده لان احنا عارفين ان هو مش بتاعنا في الايرور ما بيفهمناش، فمش فارقه معانا كتير.
خلاص كده. طيب قبل ما اخلص الحته دي هقولها يعني هخش كده على ريفرنشال انتجريتي بتاعت البرايمري كي بالمره، ان انا ممكن اجي وام جاي كده بعد دوت على لو انا عايز اشتغل تي كولوم ليفل او جاي كده كاتب برايمري كي بنفس المقاييس بتاعتنا. ده شكل، حد يقول لي الشكل الثاني بنفس المقاييس عادي، ممكن اكتب كونسترين وادي له اسم وكلمه برايمري كي عادي. طب حد قال لي بنفس المقاييس ممكن اكتبه في التيبل ليفل ازاي؟ عادي برضو اما اخد زي ما هو كده ومحدد بس بعد كده قوسين واحدد انه حقل البرايمري كي، صح كده؟ فايده كبيره قوي قوي قوي. هقول دلوقتي خلاص او قول اول فايده دي اول طريقه عرفناها بكتب جنب الحرف اللي عايزه برايمري بكتب له برايمري كده. الاثنين التانيين ان انا اجي هرد على سؤالك على فكره، اقوم جاي قايل كولسترين وادي له اسم، ممكن اكتب كده على فكره ام 4 وعلى طول ماشي ام اي دي بي كي سميت بس بالطريقه الثانيه زي غيره خلاص كده. الطريقه الثالثه بقى ان انا احطه على التيبل ليفل هو كده واخده كات ومنزله تحت، بس احدد اسم الايه اسم كله من البرايمري بي نفس الطريقه اهي. بس طيب شايفين زي ما هو كده ممكن بنفس المقياس بتاع اليونيك او عامل كوما او عامل بيست واقول له البرايمري كي، بس احدد له ان البرايمري كي هو الام بي الام بي اي دي. طب حلو قوي، ايه بقى البرايمري كي ده جديد علينا ده؟ خلاص ده ما كلمناش فيه. برايمري كي ليه مميزات كتيره. خلاص نجمل ان البرايمري كي اولا هو يونيك ما ينفعش يتكرر، خلاص كده في كل قواعد البيانات غير سيكو سيرفر مايكروسوفت دي بتجنني معاها. خلاص هو نوت نل خلاص، لكن في سيكو سيرفر ممكن تقبل واحد نل. ايوه شوف ده بقى الذكاء بتاعهم بقى ان هم اعتبروا النل قيمه، فلما اتكررت قال لك اتكررت، مع ان اصلا المفروض النل مش قيمه المفروض اصلا. فاكنك كده زي ما بيقولوا ايه الفضاء ده كده السبيس بتاعت الفضاء دي ساعات كده يقول لك دي لا دي نل خلاص، انك ولا عارف اولها ولا عارف اخرها ولا عارف هي موجوده اصلا مش موجوده ولا حجمها دي مش عارف تقيس حاجه فيها خالص. ممكن واحد يقول لك ده لا شيء يا عم انتوا بتهيألكم، واحد يقول لك مش عارف تعدي من هنا تعدي من هنا تلاقي نفسك عديت 20,000 سنه. كلام اي كلام بيقوله لنا واحنا بنصدق وراه، بس انت بالحقيقه بالنسبه لك نل، انت مش فاهم حاجه لا شيء، مش قادر تفهم السبيس ولا الحجم ولا البدايه ولا النهايه ولا اي حاجه. المفروض يعني مش عايز اخش في موضوع ثاني جانبي، لكن المهم ان النل لا شيء، لكن للاسف الاسكيو سيرفر بتفترض ان النل ايه قيمه. خلاص هتكلم على الموضوع دوت، لكن انا لو جيت دلوقتي قلت اكزكيوت الكلام ده قال لي اوكي. تعالى بقى نشوف كده بس عشان اوضح المعنى اكتر لما نخش على الجدول ونفتح. اولا لو انا جيت قلت كده مش مهم الباقي حاجه نل الاسم لازم، شفت بقى الرزاله خلاص ماشي. لو جيت قلت 2 2 الباقي كله نقط نل نل عادي صح، فمش مش فاضل اضيع وقت فيه. لو جيت قلت دلوقتي 1 1 1 قلت سيد ادي اول حاجه خلاص، قال لي violation of primary key خلاص كده، يعني البرايمري كي ضرب خلاص وبسبب القيد واداني اسم الايه القيد وقال لي كان نوت انسيرت دوبليكيت كي، يعني ما ينفعش تكرر الموضوع ده طبعا اللي هنا القيم المقرره ما تنفعش. حلو ماشي قلت له نل لا ما قبلهاش كويس والله ممكن لا بس انا هتلاقي يعني هتلاقي ليا فيديوهات مسجله ما كانوا بيرفضوا عادي جدا السترنج ممكن السترنج لان هو النل صح السترنج بس لان هو النل بس هنا سترنج كان كاركتر لا كان هنا كاركتر واربع حروف لا خلاص رفضها خلاص مش مشكله خالص يبقى غير بالنسبه لنا. بس انا بقول لك جربتها قبل كده كتير بيقبلها واحده نل ماشي خلاص ازاي ما تعرفش. المهم قبل القيمه
ما رضاش يقبلها نل، فتعتبر البرايمري كي بتاعنا خلينا ماشيين على الصح يونيك ونوت نل خلاص. بس احترس من اسكرو سيلفر لان ساعات بتفترض ان النل قيمه خلاص. ما قبلهاش من دلوقتي، دلوقتي قدامنا ما قبلهاش الراجل عشان ما نظلموش خلاص. وانا بعمل اختار طابل معين، هو بيترك ثانيه بس على ثانيه على ثانيه. بيرفض ليه الايميل؟ عشان اعتبر ان الايميل، اعتبر الايميل متكرر، واحد الايميل بتاعه نل والتاني الايميل بتاعه نل، ما ينفعش واحد بس اللي ياخد نل. طبعا دي كارثيه طبعا، خلاص كده كارثيه. طب ثواني كده يعني. المهم هو اعتبر الايميل ايميل جديد ماشي، وده قبله عادي. لو جينا كتبنا هنا نل بيرفض، يعني مش كانش بيقبل بسبب، مش كانش بيرفض بسبب الحاجه الثانيه، لان فعلا بيرفض ما فيش عنده اي مشكله خلاص. بس ايوه هو لو حط قيمه حط صح، بس مش معنى ان هو تشيك معناه ان هو نوت نل، مش معنى ان هو تشيك معناه ان هو نوت نل ابدا. لكن لو دخل القيمه لازم تكون داخله ان رينج اللي انت حددته خلاص كده. طيب يبقى البرايم من كذا لكذا بس ماشي دي عادي اهو خلاص. طيب حاجه ثانيه اكد على البرايمري كي، قلنا ان هو طبعا خلاص يونيك، هو هو نوت نل هو، وده اللي يهمني قوي. هو اللي ينفع يتربط مع جدول اخر، نطلع على قصه الايه الريفرنشال انتجريتي ريليشن خلاص. لازم عشان اقدر اعمل اكتر من جدول وابقى متاكد ان البيانات متكامله وسليمه، اتاكد ان البيانات اللي هنا شبه البيانات اللي هنا. زي ما قلنا المثال الشهير، قلنا لما يكون موظف بيشتغل في قسم رقم 5 لازم اتاكد ان في قسم رقم 5 الاول موجود عندي خلاص، عشان تربط الرابطه دي خلاص ما بين الجدولين. فبنضطر ان احنا نربط ما بين الاثنين واقول ان ده لازم يكون موجود هنا وهنا، ده لازم يكون موجود هنا عشان الجهاز يبدا يتفاعل معاك. لا لا هنقول على القواعد دي دلوقتي، هنقول على القواعد. لكن دلوقتي بس خد مني ان بدايه الموضوع لازم يكون في برايمري كي، والبرايمري كي هو الشيء اللي يسمح خلاص بان احنا نعمل ايه، بان احنا نربط مع جدول اخر. ومن غير برايمري كي ما ينفعش نربط مع جدول اخر خلاص كده. طيب يعني دلوقتي الامبلوي اي دي دوت صالح ان احنا نربطه مع جدول اخر. طيب وليكن عندنا جدول اسمه مثلا الجوب تايتل، مثلا جوب وظائف ماشي. فطبيعي طبعا لو طبعا الناس عارفه اي ار وحاجات زي كده والتحليل واناليسيس زي الفل خلاص. فانا افترض ذلك خلاص. طيب فنقول ان طبيعي الامبلوي بيشتغل 1 جوب صح؟ ده في مصر نفس الشركه اللي احنا بنعملها سيستم، شغال مثلا مدير وشغال مثلا مواصل في نفس الوقت. انا عارف والله، بس هناخد الوضع البسيط خلاص كده. عندنا شخصين ماسك خمس اقسام خلاص. طيب عادي مش مشكله، انا بتكلم انا خليه في الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي بتاعك، الوضع البسيط، الوضع البسيط، عشان بس مش عايز اخش معاه لسه، عشان لسه هكبر وهخش في الوضع المعقد ده. بس الوضع المعقد ده هيخلينا نعمل انذر تيبل، هيخش معانا في جدول ثالث مش جدول ثاني. انا مش عايز اوسع الموضوع عشان ما نخشش في جداول كتير خلاص بلاش. بس انا اي حاجه في مصر كل حاجه، يعني انا هقول لك مثلا اقسام فيها كم موظف، تقول لي في انا شغال في قسمين برضه هتبقى. فاحنا نمشيها الوقت كده بالوضع البسيط. ايه؟ مش قصدي عشان يبقى في علاقه بس جدول. فجوب الوظيفه هتبقى زي ما قلنا ان الموظف بيشتغل وظيفه والوظيفه بيشتغلها اكتر من موظف، خلاص كده؟ فبقت 1 تو ميني يعني. لسه هتكلم عن موضوع 1 تو ميني والكلام ده كله بالتفصيل دلوقتي بعد ما اخلص بس الفورن كي ده. خلاص؟ فالجدول دوت عشان نبدا نربطه مع جدول اخر اللي هو الجوب. تعال نعمل الجوب، الايه الجوب عشان ما نقعدش نتكلم كتير. نعمل الجوب، ايه ده؟ طيب نقوم عاملين كرييت
تيبل، تيبل جديد بقى خالص اسمه ايه؟ جوب. كل اللي انا عايزه فيها جوب اي دي خلاص، وده كاركتر على خانتين، وجنبها على طول كده على السريع برايمري كي. باسهل طريقه دلوقتي طبعا عشان بس عرفنا كل الطرق. حاجه بس كنت نسيت اقولها لكم، ان طالما ان هو على التيبل ليفل لازم تكتب كونسترينت واسم، لازم اجباري طالما هو على التيبل ليفل تحت. خلاص كده. طيب برايمري كي كوما الجوب تايتل يعني عنوان الوظيفه الوظيفي ايه، عنوان الوظيفي، وده فارتشار مثلا على 50. ممكن نحط بقى الايه مثلا السالري او متوسط السالري او المينيمم والماكسيمم، بس مش قضيتنا، مش قضيتنا، مش عايزين نخش في تفاصيل دلوقتي. لا بنجرب الفكره ذات نفسها بتاعت البرايمري كي والفورين كي. فانا جيت على جدول الجوب وقمت عامل اكزكيوت، قال لي اوكي ماشي اتنفذنا، اتنفذت. قمت جاي هنا قلت له طبعا ده امب 5 ده فيرجن جديد، الفيرجن الجديد ده عايزين نضيف نعمل فيه علاقه. طبعا المفترض كاناليسز الناس اللي عارفه يبقى مفترض علاقه 1 تو ميني خلاص، على اساس اتفقنا ان الموظف بيشتغل وظيفه والوظيفه طبعا بيبقى فيها اكتر من واحد شغال. خلاص طبيعي ان الموظف يجي رقم الموظف رقم واحد اللي اسمه كذا اللي مش عارف ايه مش عارف ايه اللي شغال في وظيفه رقم 5 صح كده، او الوظيفه كذا. فالمفروض ان انا هحط المفتاح الخارجي جوه جدول الامب مش جوه جدول الجوب. يعني اقولها بالمعنى الاخر عشان ما اخشش في الاي ار والحاجات القديمه، هقول ببساطه جدا لو انا مش قديمه اللي هي وحشه يعني، قديمه يعني المفروض انتوا عارفينها خلاص. المفترض ان انا ما ينفعش اقول الوظيفه رقم واحد اللي اسمها مثلا مدرس وقام حاطط قدامها كده الموظف رقم واحد والموظف رقم 5 والموظف رقم 20 والموظف رقم 30 والموظف 50، دول الناس اللي شغالين مدرسين، مش ده اللي هيحصل؟ ده كده الشكل ما ينفعش، هقعد احط ارقام الموظفين فين؟ لكن الاسهل والامثل ان انا اجي اقول ايه المدرس رقم واحد اللي اسمه علي اللي مرتبه كذا اللي كذا شغال وظيفه رقم واحد. فطبيعي اروح على جدول الوظائف الاقي وظيفه رقم واحد مدرس، تبقى عمليه واضحه وكلير. اخش على 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 فوزي او مدور الاقي فوزي شغال وظيفه رقم 6، او على جدول الجوبس اشوف وظيفه رقم 6، فما فيش عندي اي مشكله غير لما اجي اقول وظيفه رقم واحد اللي اسمها كذا شغال في رقم 2 ورقم 3 ورقم 20 ورقم 15 كلهم في خانه واحده، ما ينفعش. خلاص كده؟ طيب عشان كده المفتاح لازم قصدي يعني الربط يبقى في فورين كي. ليه بنسميه فورين؟ لان هو مش من اساس جدول الامب، لان هو مش اساس اصلا جدول الامب اساسا، زي الجدول ده امب اي دي والاي نيم والهاير ديت والسالري والايميل دول بتوع الموظف. يعني بص رقم الموظف، اسم الموظف، تاريخ التعيين بتاع الموظف، مرتب الموظف، ايميل الموظف، خلاص كده. رقم الوظيفه ما جبتش سيره الموظف خالص، بين اول حاجه مش اصلا مش من اساس بيانات الموظف، عشان كده سموها فورين يعني خارجيه. خلاص حاجه اصلا مش من الكيان ذات نفسه. خلاص كده نفس الجدول مش بياناته الاساسيه فورين كي، يعني جدول اصل برايمري كي بالظبط. خلاص كده. فقوم جاي هنا قوم قايل ايه، قوم قايل هنا هحط الجوب اندرسكور اي دي. ها طبعا تحت البرايمري كي اسمه جوب اي دي عادي، خلاص بحاول اكسر المعلومات العجيبه. خلاص عادي جدا ان الفورين كي ما يكونش نفس الايه نفس اسم البرايمري كي عادي. اللي يهمني نفس الديتا تايب ونفس اللينث، بس ده الشرطين اللي عندك، نفس الديتا تايب ونفس الايه نفس اللينث. يعني انا قايل هناك ان نوت انه تشار على 2 يبقى لازم الثاني يكون تشار على 2. واي حد يجاوب؟ لازم يكون كده، مش لازم ان الفورن كده يعني ينفع دلوقتي او جاي على الموظف وقال الموظف ده شغال في وظيفه رقم 20 وانا ما عنديش وظيفه رقم 20 ينفع؟ طيب تخيل انواع البيانات مختلفه، فممكن يكون عندي جوب اي دي تخيل ان هي مقبوله، هتلاقي ان وظيفه رقم 200 موجوده في جدول الجوبز واجي اقول الموظف ده شغال رقم وظيفه رقم 200 يقول لا انت عامله تشار على خانتين مش ينفعش اختلط خانات.
ما ينفعش كده، ما عرفتش اتكامل ما بين البيانات اصلا، فلازم تكون الفورين كي والبرايمري كي اللي هو الموازي لي او الريفرنسد لي لازم يكونوا هما الاثنين نفس التايب ونفس الايه اللينث. فهم جاي هنا كده اقول له جوب اي دي، وقلنا ده اتشار على خانتي خلاص لغايه هنا. طبعا ممكن اعمل كومه كده خلاص كده تمام، بس ما ربطتش كده، ما ربطتش خلاص، ما فيش في ما قلتش بقى ان دوت اللي مربوط مع الجدول اللي اسمه جوب مع الحق اللي اسمه جوب اي دي اللي فين اللي انت قلت له دوت، هو عشان الاسم شبه بعضيهم يعني؟ لا، انت لازم تقول بشكل اكسبليسيت مباشر ان دوت هو مفتاح خارجي او فورين كي خلاص ريفرنس تو، يعني يشير الى جدول الجوب الكولوم بتاع الجوب اي دي. طيب لازم تقولها له كده بالكامل، وللاسف لما تيجي تكتبها كده بالكامل خلاص. في كذا طريقه، تيبل ليفل والكولوم ليفل عرفناهم صح؟ لا تعال نشوف الكولوم ليفل، هو ينفع الفورن كيك كولوم ليفل؟ ينفع الفورن كيك كولوم ليفل. هم جاي كده هم قايل ايه؟ جوب اي دي صح اللي هو اتشار على 2، وهم قايل ريفرنسز يعني يشير الى جوب حق للجوب اي دي بس كده، بس كده بس كده. مش لازم الكابيتال سمول مش فارق خلاص. يبقى بعملها ازاي؟ بقول ريفرنسز مش معقوله يبقى غباء، هو ممكن يكون بس مش شايفه لان انا ما قلتوش مثلا اسم الداتابيز مثلا تيست دي بي دوت جوب ممكن يكون بس هو مش حاسس بس سيبك منه هي كده ما حطيتش اسم الكوليسترول دكتور، هو تقريبا احنا ما احنا قلنا ايه لا كريتان ما هو لسه يعني خلاص سيبكم منه ده على قد دماغه على قد سيبكم منه خلاص مهم تشتغل خلاص صبر طبعا عليا يمكن يكون البرنامج ما حسش بس خلاص. دي طريقة متهيألي سهلة جدا دي ريفرنسز واسم الجدول التاني وخلاص. طب ماشي اكزكيوت مضرب ضرب خلاص عرفت ليه ضرب؟ عشان حاجة مش دي خالص، عشان حاجة تانية خالص خلاص. ضرب ليه؟ قال لي انت الجدول ده اسمه ام بي 5، احنا عاملين ام بي 5 مش عاملين ام بي 5، لكن هقول لك ايه بقى اللي حصل. قال لك القيود دي متسميه عندي قبل كده، فاعترض على ايه؟ على الكونسترينتس لان هي موجوده اصلا قبل كده. قلت له ماشي علم عليك كده اعمل اكزكيوت. قال لي الكوماتس كومبليت سكسس، مش عندي مشكله بس القيد متكرر، اسمه كان متكرر خلاص. فانت اصلا المفروض بتسمي الاسماء عشان تعرف تميز الايرور فين، فمش معقول اكرر اسمائك. ما عملت ليه؟ انت لازم انها تخربها يعني بس خلاص. فكده قبل عادي جدا، دي اول طريقه. وسيبك من ان هو مش شايف البتاع، سيبك منه. اول طريقه طبعا انت ممكن تسميه تقول كونسترين وليه اسم، دي طريقه ثانيه برضه. او مال كده اهو واسميه كده امب 5 اندرسكور، وهو مشاور على الجدول الثاني يا ريت جوب اندرسكور اف كي. مش كاتب اهو؟ انا كتبت ما كتبتش لا ما انا ما كنتش كاتبها خالص من شويه. ده مسمى والله، قلنا حمص افتكر حمص خلاص. اي اسم المسمى ده، اي اسم بس يكون مميز خلاص. زميلتنا خدت بالها ان احنا الكود الوحيد النوت نال اللي بنكتب له نوت نال، اليونيك بنكتب له يونيك، البرايمري كي بنكتب له برايمري كي، التشيك بنكتب له تشيك، الفورن كي بنكتب له ريفرنسز، ما بنكتبش فورن كي خلاص. دي الملاحظه اللي هي ايه اللي احنا بنعملها دي. حاجه الحاجة التانية، لو احنا هننقله تحت يعني عايزين ناخده ونخليه على مستوى الايه؟ التيبل ليفل خلاص. فهعمل فيرجن 6 عشان نجربها. عايزين ننقله بقى تحت على التيبل ايه؟ على التيبل ليفل. اخد كوما ومرامي الكود صح؟ ما ينفعش.
تعال ليه ده اسم الجدول موجود اهو اسم الايه البرايمري كي اقول اه بس دول الجدول الثاني لكن هو معترض يقول لك يعني يعني هو مين من دول اللي بيرتبط مع ده اقول تاني هو محتار فين خلاص هو مش زعلان ده الجدول الثاني والحقل بتاعه لكن هو لا يبقى زعلان منه ده الجدول ده مع الحقل ده انت كنت حاطه هنا قدام ده فكانت معروفه صح معروفه ان الحقل دوت الجوب اي دي ده مرتبط مع ده لكن لما نزل تحت قال لك اللي هو مين بقى فوق بقى من دول بقى ما حدش يقول لي ما هو باينه قوي ان ده كاركتر 2 واللي هناك كاركتر 2 اقول لك ما ممكن يكون الجدول معتمد فيه اكتر من حاجه كاركتر 2 وممكن تحصل عادي وارد طب لازم اذكرها له فين قال لك اه في الحاله دي لازم تكتب كلمه فورين كي وتقول الفورين كي دوت هو جوب اندرسكور اي دي يبقى قلت له مفتاح خارجي الجوب اي دي وده ريفرنسز وهذا اللي هو الحقل ده خلاص ريفرنسز يعني يشير الى جدول الجوب بقى راح على جدول الجوب قلت له هات لي بقى حقل ايه الجوب اي دي فكده عمل الايه الريليشن اللي موجوده ما بين خلاص كده شفنا شكل القيد ده لو جينا عملنا اكزكيوت ما تنفذش استنى اه ام بخمسه يس 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 خلينا ستة وعلم عليهم وقول له اكزكيوت قال لي الكوماندز كومبليت سكسسفلي ما فيش عندنا اي مشكله خلاص طبعا لو انت عاوز تروح على السيستم سيستم ايه لو عايز تروح فوق التيبلز كده على داتابيز دايجرامز خلاص كده عشان تعمل تشوف دايجرام للعكنا احنا ده خلاص ممكن تعمل كليك كمان تقول له عايز اعمل نيو دايجرام او خلاص رايح نفسك مش هيعمل قال لي في حاجات عندك مش متظبطه في الموديول مش عارف ايه بتاع الاس فيجوال داتابيس تولز مش عارف ايه الكلام ده بس هي كان تول بس هي مش نازله هنا ممكن اه ما نزلتش تول موجوده هيرسم لك الجداول كده ويرسم لك ما بينهم علاقه كده يعني تول بترسم تول ايه بترسم هي طلعت بايظه خلاص كده طيب يبقى حتى الان اتكلمنا على اه ما لسه ما كملناش لسه البرايمري كي والفورين كي احنا ربطنا عايزين بقى نشوف ميزه الربط ربطنا ليه ربطنا عشان نعمل حاجه واحده بس انتجريشن خلاص تكامل يعني ايه تكامل يعني تقول يعني بص معايا كده لو دخلنا على جدول الجوب وعملنا اديت للبيانات وضايف الوظيفه رقم واحد قمت قايل مثلا ديفلوبر مثلا وظيفه رقم اثنين مثلا بروجكت مانجر بس عشان ما نضيعش وقت كفايه وظيفتين خش على الام 6 اللي هو مرتبط اصلا مع ام مرتبط مع الجوب صح؟ قلت له ايديت قال لي ماشي قلت له موظف رقم 1111 اللي اسمه علي هاير ديت 1/1/2001 سالري 2000 جنيه الايميل سيبك منه 2/3/1000 خلاص الجوب اي دي نل عادي ما حددنالوش وظيفه عادي مش عاملين نوت نل خد بالك مش معنى ان هو فورين كي ان هو نوت نل ما قلناش كده خالص فعادي مش مشكله خالص بس لو دخلت قيمه قلت له مثلا وظيفه رقم 5 ليه تمشي؟ قال لا خلاص وظيفه رقم 5 بهزر مفيش هناك وظيفه رقم 5 خدت بالك بقى من اللقطه دي من اهم واخطر القيود في او الكونسيرنس في الداتابيز لان هي اصلا قايم عليها الفكره اساسا خلاص قال لي لا الجوب 6 مع الجوب فورين كي في فورين كي كونفليكت في مشكله هنا كده حصلت معايا لكن لما تيجي تقول له خلاص القسم رقم 2 يقول لك ماشي الوظيفه رقم 2 مبلوعه خلاص عندنا منها هيبقى معروف في ايه وظيفه رقم 2 بس لكن تقدر تحط قيمه هي مش معروفه الناحيه الثانيه يرفض خلاص كده تالي اها كويس انت فكرتني خلاص ده سؤال مهم في حاجة اسمها كنت انساها يعني كنت اعديها يعني ما كنتش افتكر حاجة اسمها كاسكيد حاجة اسمها كاسكيد ديليت وكاسكيد ابديت اه في الاكسل بتعملوها كده على طول اوكي ما تعرفش ايه بتعمل ايه بس بعلم عليها لا احنا عارفين ده احنا بس الموضوع تعرفه من الزمن يعني طيب كاسكيد ابديت وكاسكيد ديليت الفكرة في ايه؟ في الكاسكيد ابديت وفي الكاسكيد ديليت طبعا يعني ايه كاسكيد ابديت وكاسكيد ديليت اولا قبل ما نقول الفكره في ايه يعني لو رحت على
فين البتاع فين السيكوال بارت. كل الفكره ان انا ممكن اجي بعد الكود ده بتاع الفورن كي او ما يقول له اون ديليت كاسكيد او ممكن اقول له اون ابديت كاسكيد. المهم تفهم ككتابه بعد الفورن كي بكتب اون ديليت كاسكيد تعمل ايه او اون ابديت كاسكيد تعمل ايه. خلاص احنا حتى الان مش كاتبين حتى الان مش ايه حتى الان احنا مش كاتبين حاجه صح. ابديت ديليت بس كان ابديت ديليت بس ينفع الاثنين مع بعض. اه ممكن تكتب اون ديليت ابديت اون ديليت كاسكيد واون ديليت كاسكيد اون ابديت كاسكيد واون ديليت كاسكيد خلاص مع بعض عادي مش مشكله خلاص. بس الفكره بقى فين لو انا جيت على وظيفه من الوظائف جيت بقى لما هي رقم 2 قلت له لا مش 2. اولا انتوا واخدوا بالكم من حاجه احنا كنت نسيت برضه نوه عنها واخدين بالكم من الحته دي اه عشان حاجزين 2 نسينا نقول ان الكاركتر حجز كاركتر حجز لاني بص خد بالك من الديفلوبر هنا معني البروجكت مانجر اكتر منه بكتير بس خلاص دي نسينا نشيك عليه. طيب لو جيت هنا وتكتب لا هي الوظيفه البروجكت مانجر دي رقم 3 بوم خلاص دي قال لي ما اقدرش اغير الوظيفه دي. ليه يا عم ما اقدرش الوظيفه؟ قال لي البيانات اللي هنا بتريفرنس جدول تاني ففي في ناس في الوظيفه دي فانا مش عارف بقى يعني هغير في الجدولين مع بعض. ده لو كنت عملت اون ابديت كاسكيد يعني لما تيجي تعدل كاسكيد يبقى كده تقول له لما يعدل عدل في كله سمع يعني تسميع عارف الكاسكيد هي هي سمع يعني لو عملت بجدول تسمع في بقيه الجداول كلها دي معنى كلمه اون ابديت ايه كاسكيد. انا دلوقتي بعمل ابديت اهو مش عايز الكاسكيد. طب لو جيت عملت دي طبعا هضطر اعمل ايه اسكيب كده عشان ارجع واحد زي ما كنت ارجع اتنين زي ما كنت. لو خليت دي رقم 3 قبل واي اصلا مفيش جدول تاني مرتبط مع القيمه دي بعد انك تعدلها انه ما لانه ما عملش مش عايز يسمع مش عنده مشكله في التسميع مش هيسمع في جدول تاني خالص فقبل عادي فقبل ايه قبل القيمه عادي مش مشكله خالص. ده الجدول الاساسي جوب الجدول الثاني هو اللي فيه الفورن الجدول الثاني هو اللي فيه الفورن عشان كده عدلنا اه لان هو خد بالك عشان مفيش حاجه هناك بيسمع فيها. طب حاجه ثانيه البروجكت مانجر لا الوظيفه دي مش موجوده عندنا امسح انت متاكد ان تمسح جدول ده تمسح منه اه متاكد انا مالكش دعوه قال لي ما ينفعش. ليه؟ قال ده في موظف بالوظيفه دي اصلا عندك. لما ما يكونش عندك موظف بالوظيفه دي ماشي لكن طول ما عندك موظف وظيفي ما اقدرش امسح. لو كنا عملنا اون ديليت كاسكيد يعني اقول له ديليت يسمع فمعناه لو مسحت من هنا يسمع بقى كل الناس البروجكت مانجر يمسحهم. كل الريكوردز يعني الموظف دي في الاخر دي مهمه جدا لان كارثه. تخيل طبعا انا بقول اون ديليت كاسكيد خطيره جدا ولا تستخدم الا بحذر وحرص. اون ديليت كاسكيد ليه؟ تخيل ان واحد لا التريجر قصه ثانيه خلاص بس يعني بس التريجر ممكن يفاير كده زي ده في حاله انك تدلت او ابديت او ديليت. لكن دي حاجه اساسيه في البيانات ذات نفسها خلاص حاجه من ضمن الداتابيز ذات نفسها مش محتاجه تريجر خلاص. بس هنتكلم ان شاء الله على التريجر. المهم ارجع تاني واقول ان رفض وقلت ان صعب اصلا اون ديليت كاسكيد. يا ريت ما حدش يقول ديليت كاسكيد الا في الحالات اللي هو يبقى فاهم هو بيعمل ايه كويس. ليه؟ تخيل ان انا عندي قسم من الاقسام وموظف من الموظفين اللي ياكلوا فول وغلطوا قام دايس على ديليت على قسم رقم 15 اللي شغال فيه مثلا بتاع 20 موظف وانت بسيادتك عامل له اون ديليت كاسكيد يبقى اكيد كنت بتاكل فول معاه اكيد ضيعت البنات كلها كارثه طبعا. اون ديليت كاسكيد تتحرك بحذر جدا لانك لو دلت حاجه رئيسيه هتمسح اوتوماتيك وتسمع وتمسح كل الحاجات اللي ريليتد بيها. واحد بيستخدم ده حاجه الاستخدام بتاعته مثلا لو انت سكيم مثلا تشتغل في اخر جدول هي هي من اشهر الاكزامبلز الواضحه الصريحه الوضيحه اللي مفيده في الاون ديليت كاسكيد لما يكون مثلا عندك اوردر.
الاوردر بطبيعته بيبقى ليه اوردر ديتيلز، على اساس ان مثلا بقول الاوردر رقم واحد بتاريخ كذا اللي عمله المشترك او الكاستمر كذا. فين بقى الايتمز اللي اشتريته؟ فبيتعمل في الايتمز كتيره، يعني ممكن يشتري كذا حاجه 15 حاجه وهو ماشي، خمس حاجات بتاع، فتحط في جدول اخر. فدي من الحالات اللي بنعمل فيها اون ديليت كاسكيد. ليه؟ لان لو انا عايز احذف الاوردر يبقى اكيد عايز احذف تفاصيله خلاص. وبعض الحين يقول لك لا برضه ما تعملش، يقول لك لو عايز يمسح الاوردر ما يمسح تفاصيله الاول كلها بعد كده يمسح الاوردر امان خلاص، ساعات بتبقى كده. لكن بقول لك ده من ابسط الامثله واشهر امثله، اللي انت فعلا لو عايز تحذف الاوردر يبقى احذف الاوردر واحذف كل تفاصيل الاوردر، لان هما الاثنين معنى واحد، ما ينفعش يكون عندي اوردر من غير تفاصيل الاوردر او العكس خلاص. يقيده طبعا، الا لو انت عامل برضه في القيد الثاني اون دريك كاسكيد، انت عايز بقى تضيع الدنيا اعمل لك ايه طيب؟ يعني توقع ان هو جاي يمسح اوردر خلاص. خد بالك من حاجه، لو الاوردر مرتبط مع كاستمر، طبعا لو مسحت الاوردر وفي كاستمر موجود لا عادي. ليه؟ لان ده ديتيل مش اساسي. يعني خد بالك من اللقطه دي عشان باكد عليها. يعني تخيل ان انت في الاوردر، الاوردر ديتيل، انت قايل ان هو اشترى خمس حاجات، انت قايل لا هو اشترى اربعه، ده مشكله؟ مفيش اي مشكله في الديليت هنا، لان مفيش حاجه تحت الاليمنت ده. لما جيت قلت الاوردر ومسحت اوردر بالاوردر ديتيل بتاعته، هل هتسمع في الكاستمر؟ لا، لان الكاستمر فوقيه مش تحتيه خلاص. العيب امتى بيحصل؟ لما تيجي تمسح الكاستمر ويكون عامل عندك 20 اوردر تقول امسحه خلاص انا اصلا ما بيجيش، يقول له اه بس خد بالك الخزنه هتخرف. فاهم الفكره؟ اه، لان الاوردرز بتاع الاوردر بلاش اون ديليت كاسكيد، بلاش الا لو انت عارف انت بتعمل ايه كويس. بس كده بالظبط. لا انت اون ديليت كاسكيد بقى معناها شيل الشجره وبالفروع بتاعتها، وممكن تاخد الارض على كتفك وتتحرك بقى في حته تانية، مش مشكله عندنا. دي بقى معنى اون ديليت كاسكيد يعني خلاص. لكن طبعا لو حبيت امسح الديفلوبر هيمسحه عادي، لان هو مش ريليتد بايه، مش ريليتد بحاجه. فهمنا الفكره بتاعه الريفرنشال انتجريتي؟ يبقى اقول تاني كده، الناس اللي بتسال على ليه احنا ما بنشتغلش بالديزاين، احنا هنشتغل بالديزاين وهنشتغل بالكود الاثنين خلاص. بس طبعا الكود هياخد وقته. ليه كده احنا مركزين مع الكود؟ قلت لان انت الكورس مش، انا مش الغرض منه نعلمك اس كيو ال سيرفر، او الغرض منه نعلمك اوراكل بس، او الغرض منه نعلمك اكسس بس. بعد نتعلم الستاندرد سينتاكس، وساعتها خدنا وقت طويل في ان احنا نفرق ما بين كلمه اس كيو ال وما بين اس كيو ال سيرفر. قلنا اس كيو ال دي يعني ايه، والستاندرد ده بيتحط عموما، وكل قواعد بقى بتضطر تلتزم بيه والى اخره. يعني مثلا من ضمن قواعد البيانات طالعه في، يعني طالعه كويس جدا وقويه جدا، اللي هي قاعده بيانات اسمها بوست جي ار اي خلاص. بوست جي ار اي دي اس كيو ال قاعده بيانات، انا بعتقد ان هي فيها امكانيات انا ما شفتهاش في مثلا في الاوراكل مثلا. بوست جي ار اي اس كيو ال، انا واحد من الناس بقول ان انا شفت فيها امكانيات ما شفتهاش موجوده في الاوراكل مثلا. لا دي اوبن سورس و مثلا، يعني انا عايز اقول ايه، ان مثلا هل انا اقعد اتعلم بقى عشان اعرف اتعامل مع الداتابيز دي الغريبه اللي لسه يعني اتعامل معاها؟ طبعا هي بقى لها فتره، بس هي بقى دلوقتي توصل لرونقها يعني. هتقعد بقى اتعلمها من اول وجديد بقى، ومنين اعمل الجدول، ومنين اعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، ولا هي الاس كيو ال دي حاجه؟ الحاجه الثانيه ده سبب. السبب الثاني، ويمكن ده السبب الاساسي مش ده، يعني ده المعروف دايما السبب اللي انا قلته الاولاني ده، لكن في سبب اساسي تاني، ان مش دايما احنا بنعمل الداتابيز يدوي. بمعنى ان في حالات كتير بيبقى الابلكيشن بيجنريت تيبلز وبيجنريت فيلدز وبيعدل مش عارف ايه وبيظبط وبيضيف وبيعمل انسيرتس وبيعمل ابديت. هتقول له ايه؟ هتقول له اعملها بايد يدوي؟ الابلكيشن هو اللي بيضيف، فلازم تكون مديله الاكواد اللي توافق خلاص الداتابيز الناحيه الثانيه، عشان يرمي كود فالداتابيز تشتغل، يرمي الانسيرت فالداتابيز تقبلها، يرمي الابديت فالداتابيز تقبلها، يرمي كرييت فالداتابيز تاخدها، يرمي، لان الابلكيشن بيسلم ابلكيشن يعني، او سوفت وير بيسلم سوفت وير، فلازم تكون متعارف اللغه اللي بتتعامل مع السوفت وير الثانيه. مش هتعرف تعملها كليك يمين يعني، لو انا عايز ابلكيشن يعمل تيبل هعمل يعني كليك يمين ولازم ارمي له كرييت. فاهم الفكره؟ في اسباب كتير تخليك لازم تتعلم الايه، تتعلم اللغه اللانجوج بتاعت الاس كيو ال خلاص. ده بغض النظر ان الامتحان هيبقى كله اس كيو ال، مش ده السبب يعني، ده هو يعتبر سبب ثالث يعني خلاص.
طيب انا بس كان كنت عايز اقوله ان انا عايز بس اجرب اللي احنا قلناه الاون كاسكيد والاون ايه الاون كاسكيد او الاون كاسكيد ماشي اون ديليت كاسكيد مش اون ابديت ماشي 7 نعم ايوه على فرونت كي لا الفريم ملوش دعوه الفريم ملوش دعوه خلاص اون ديليت كاسكيد قلت قال التيبل 7 ده تو اكزكيوت قال لي تمام خلاص جيت هنا انت عامل ريفريش دخلت على الموظف رقم 7 او الام ب 7 بتاع الموظف رقم 1 اللي اسمه سيد سيبك رقم 2 اللي اسمه اللي يمين بس الوظيفه اللي اسمه كريم طبعا هيقول لي الايميل متكرر ماشي خلاص الوظيفه اللي تمين هنا الوظيفه رقم 1 وهنا الوظيفه رقم 1 خلاص كده لما هروح على جدول الجوبز تعالى على الوظيفه رقم 1 الديفلوبر وتعالى نرميها ارمي هتمسح قلت له امسح مسح ولا اهتم خالص قلت له طب ماشي روح وديني كده على الموظفين بقى رقم 7 فين الموظفين كانوا في الجدول رقم 7 موجودين اهم طب والله نعمل ريفرش بس عشان نتاكد انهم موجودين مش موجودين يعني نعمل ريفرش كده هم مش موجودين اساسا طار خلاص راح اللي انت قلت له اون ديليت او اون ديليت كاسكيت طيب لو قلنا اون ابديت كاسكيت خلاص بقى مفهومه اون ابديت كاسكيد مش ينفع مع 7 بقى نخليه ايه 8 طب ما تفرش دي بس ايه ما تفرش دي بس ريفرش اعدل قصدك اعدل على جدول موجود دي اسمها الترنج تيبل لسه ما دخلناش يعني الوقت كل اللي احنا بنشرحه ده كله تحت كرييت تيبل وشغالين كده لسه بقى الالترنج دي التعديل خلاص فانا وقتي مش هقدر ادخلك في معنى التعديل لان التعديل هيبقى ليه نظام مختلف قلت له اكزكيوت قال لي تمام وان ابديت كاسكيد فقلت له تمام ده كان جدول 8 لو جيت هنا قلت له موظف رقم 111 مش مهم اي حاجه المهم ان وظيفته رقم 1 1 اتحذفت رقم 3 اتحذفت 2 لا جوب جوب ايه؟ فاضي في 2 اهو خلاص ارجع تاني لمين؟ لام ب 8 اقول له 2 يا عم انت ما بتشوفش 2 طب 2 ومسافة يا اخي اهو مطار ده ايه الاي نيم بس خلاص فاتنين ايه قبلوا طول مظهر 2 اللي اسمه رقم 2 الايميل حطينا قيود عشان اعقد نفسي خد على فكره يعتبر يعني ياكدك ان في امان ان البنات هتكمل وده لازم يتحطوا ده الى حد كبير يعني المهم لو جينا دلوقتي على الجوب على الوظيفه رقم 2 دي قلت له هي مش 2 اصلا ده احنا خليناها رقم 3 قبلش على 3 رفض رفض عشان الجدول رقم 6 القديم كانش فيه كاسكيد الجدول رقم 6 القديم ما كانش فيه ايه بس كده تو طب ماشي احنا بس عايزين نعمل جوب تانية خلي ديت 2 زي ما كانت اعمل لي جوب رقم 1 تيستر خلاص قمت رايح على 6 القديم بدل 1 خليتها ايه 1 خلاص عشان هضطر ان انا عايز اقول له في جدول الجوب خد بالكم من الفكر مش بالك من الخطوات خد بالك ايه اللي بيحصل انا عايز اقول له بقى عايز اقول له ان انا عايز اعدل ده اخليه بدل 2 اخليه 3 قبل قلت له يعني ايه بقى قبل
انا مش فاهم بصراحه يعني ايه قبل. يعني المفروض دلوقتي اللي هم كانوا 8 دول بقى شغالين بقى في قسم شغالين وظيفه ايه؟ لو جيت دخلت اعمل بس ريفريش خلاص ايه اللي حصل؟ بقوا شغالين ابديت والابديت سمع لو كانوا 100 سجل كان هيسمع فيهم على طول ويتحولوا كلهم من وظيفه رقم 2 الى وظيفه رقم 3 على طول. خلاص كده؟ دي كانت فكره الاون ديليت كاسكيد والاون ابديت كاسكيد. بكده نكون عدينا في الكريت تيبل وخدنا داتا تايبس والكونسترينتس والفاليو تشيك والريفرنشال انتجريتي وجربنا الايه الخيوط دي كلها.